السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متابعينا الأعزاء في هذا الفيديو الخفيف الظريف التي يمكن نسميه حلقة تواصل فيما بيننا، وأيضا سوف نسميه اجتماع، سميه يعني بث مباشر، سميه يعني أي شيء اخطر على بالك، لأنه صراحة لحد الآن ليس لدي أي فكرة كيف سوف عن العنوان. أوكي، العنوان المحتوى هذا الفيديو سيكون مقسم تقريبا ثلاث أقسام. القسم الأول سوف أوجه رسالة شكر إلى جميع الناس التي تتفاعل معي على الخاص أو على خلال التعليقات، والشقة الثانية سوف أقترح عليكم موضوع، والشقة الثالثة سوف أشارك معكم بعض الروابط التي شاركها معي الدكتور فرفر على الخاص على تليجرام، وهي مسألة كيف يمكنك استخدام هذه البرامج. وإن شاء الله سوف يكون هناك فيديوهات طويلة شروحات، يعني نشرح كيف يمكن استخدام برامج التي شاركت دكتور فرفر في كسب المال، لأنه دكتور فرفر بعض الحين والآخر يرسل لي يعني بعض إثباتات، بعض الرسائل لبعض الناس الذين يستخدمون هذه البرامج في كسب المال، ولكن كما تعلمون على أنه ليس لدى أي شخص القدرة على أنه يشارك هذه التجارب على الإنترنت بحكم التزامات، بحكم عدم الناس ما عندهاش الوقت وما عندهاش يعني الجبهة تضرب حالي أنا في اليوتيوب. أوكي، دونك نبداو بالشيق الأول، نبداو بالسي حمزة. سي حمزة شكرا، أنا ما نسيتكش إن شاء الله، راه غادي سوف أشارك معك طريقة كتابة مقال حصري. فقط المشكل اللي حاليا اللي عندي هو أنه التزامات العمل، حاليا 9:58 بي إم يعني ليلا، وأنا استيقظت اليوم أقسم بالله العظيم على 6:06 الصباح، يعني تخيل معايا من 6 الصباح حتى 9 الليل وأنا باقي فايق، يعني من 6 الصباح حتى 9 الليل وأنا باقي فايق، ماشي مريح في الدار وأنا مخدام، خدام الدار خاصني نتقدا، خاصني قد الأمور ديال. دونك إن شاء الله راه غادي نشارك الفيديو وما ناسكش. سي عبد الحق، هذا البرنامج ما فيش مكان للبحث عن الكلمات الدلالية أمازون؟ لا، أمازون لازمك جنجل سكاوت، وهناك برامج شرحت رمضان كيورد ريسيرشر موجود على موقع دكتور فرفر برنامج أزرق، هذا يمكن تبحث على أمازون، ولكن لازم جنجل سكاوت على أمازون، سوف يساعدك البحث على الكلمة الدلالية. نرجان ماركت، الله يبارك فيك ويحفظك لرب العالمين، مرحبا لوليدك الدعم. ريم دي من أمازون ماروك، ماشي خلي بعيد موضوع آخر. هذا تشوز قال لك استمر في آخر، أوكي سوف نشرح إن شاء الله في فيديوهات السيو في الحلقات المقبلة. توني كراوش، أشكرك كثيرا على دعمك لنا. توني تقريبا نشر العديد من الشروحات، العديد من التعليقات نشر في القناة شكرا توني كراوش. The World Games، خيل عزيز الله يرحم الوالدين، شي سيت تروستد شري منه بينترست اكاونت؟ لا ما عنديش سيت ديال بينترست، كنشري انا كنصوبهم راسي. كاين هذاك تمبوراري ايميل، راه دكتور فرفر صوب واحد السيت ديال تمبوراري ايميل وتقد تخدم به، غير المشكل هو انه كتفلاغا بسبب الاي بي، دونك الاي بي كيتفلاغا بسبب كيبان هذاك 20 كونت باي بي واحد، دونك خاصك واحد استراتيجي طري عليها مزيان، تستر عليها مزيان، وانا خاصك تدبر على لي بروكسي راه شرحتهم في لاشين، وخاص كل بروكسي تكونيكتي مع كونت، يعني واحد القالب واحد الروينه باش تخدم بها، ما كنشريش انا لي كونت، لا كنصاوبهم راسي. شكرا The World Games، و انت دابا بوحدو. هذا توني عاوتاني. هشام باكور، السلام اخي الفاضل. فيت سكرايب استاذ هشام، شرحنا شحال هذه ولكن وقع في مشكل فيما يخص الماضون، الطريقه ديال الدكتور فرفر اللي كراكا بها البرنامج الماضون وقع فيها شي مشكل، دونك خاصو يدير عاود ثاني الميزاجور للبرنامج. الدكتور فرفر ان شاء الله الماضون سوف يقوم بتحديث البرنامج وسوف يكون لديك القدره على استخدامه، لانه الماضون توقف عن العمل. هذه كارلا بالإنجليزية، لا توني كرانش مرة أخرى. موفيز فور يو، شكرا لك أخي على الجهد، بارك الله فيك. موفيز فور يو، ماني روبوت خدام فيه، ماني روبوت أنا أشتغل حاليا على ماني روبوت كما تشاهد معي هنا، أنا دائما أستخدم وأجرب البرامج قبل أن أشاركها معك، لذلك هذا هو طريقة العمل، لأنه صراحة أنا لا أستطيع
أن أشرح برنامج دون أن أستخدمه، لا لكي لا أتحمل المسؤولية، لا أبيع الوهم. وده سوف ينقلنا إلى هذا الموضوع. واحد أحد المتبعين هذا The Primitive قال لك نسخة في موقع فرفر هي مجانية ومحدودة جدا، وتوجد أين هو هذا فين هو The Primitive هذا قال لك The Primitive 4 days ago مشتهاش والله مشت التعليق هذا، قال لك نسخة في موقع فرفر هي مجانية ومحدودة جدا وتوجد في كل مكان، لماذا تضحك على الناس يا أخي؟ كيف ضحكت عليك أنا يعني كيف ضحكت عليك؟ هل زوجتني أختك وفي الآخر لم أطلع راجل؟ لم أفهم، ممكن تشرح لنا؟ The Primitive لماذا أضحك على الناس يا أخي؟ شاهد الفيديوهات لا تشاهد الفيديوهات، أنا لم أرسل لك حصان أبيض. وين البنادم شحال مريضة. يونس يعتبر من أحد قدماء المحاربين، قدماء المقاومين في القناة. الهرب. يونس مرحبا سيونس، هو السيونس عاوتاني. سيونس شكرا على التصحيح. أنا صراحة المسألة جد مهمة، وأنا أنا كما تشاهدوا معي أنا أشارك معكم الأمور التي أستخدمه وأجربه، فهذه الخاصية أو هذه الأداة فالحياة لم أسمع عنها، وبالتالي فأنا لما وصلت واكتشفتها لم أعطي علم غير نافع، لم أفتي عليكم، فهذه طريقة عملي وأنا فقط أشارك الأمور التي أعرفها وأستخدمها، لذلك الشروحات تكون بسيطة وسلسة وسهلة وتستوعبونها ويستوعب أغلبية الناس لأنه أنا جربتها. أوكي. لا أفتي بعلم لم أقوم باستخدامه ولا مجرب. سيونس يتفاعل معنا بشكل مستمر. أو البيسة الطالية. لوبنا موضوع آخر. لوبنا ميا الله يعطيك الصحة دكتور فرفر، وانت خليك مسري. لوبنا مرحبا. أنيمال جيو كان بغي الأسطالي ولكن ما كيبغيش. فهمت الإشكال يمكن من البيسي لأنه نهار كت أسطالي اللوجيسيال إلا كنت ديجا أسطاليتي شحال هادي كيكون باقي في الريجيستري، دونك تملي كتبغي أسطالي مرة أخرى كيبقى عاقل على النسخة ديال الديمو ترايل، دونك تخاصك تمحي السيريال ديال دكتور فرفر ودير ستارت ولا شي حاجه بحال هكا، كتكلي هذيك البوطونه دونك كيعطيك الديمو عاوتاني، كترو ديمار البي سي كتاصطالي من جديد كدير الكراك كيخدم وكترو ديمار عاوتاني. سيو باور سويت علي ناصر سوف اقوم بشرح كيفيه كتابه مقال، فقط يجب ان انتهي من نشر فيديوهات البرنامج لأنه صورت شروحات لجميع الأدوات وفقط لضيق الوقت لم أستطيع نشرها، قريبا إن شاء الله. أوكي انتهينا من مسألة التعليقات، ننتهي إلى موضوع كيف يمكننا ننتقل إلى موضوع كيف يمكننا استخدام البرنامج. أوكي أعطيك مثال، شاهد معي هذه الخدمة، هذه الخدمة تقريبا الموطن 15 دولار تقريبا. I will do web scraping, data mining, data scraping, data extraction, data collection. هذه الخدمة يمكنكم تنفيذها عن طريق عن طريق موقع الدكتور فرفر. الدكتور فرفر لديه برنامج على موضوع اسمه ويب هارفي. ويب هارفي يمكنه استخراج وسحب الداتا، سحب البيانات، والجميل في الأمر هو أنه يمكنه استخراج هذه البيانات على شكل ملف CSV إكسل إلى ما غير ذلك، والأمر المضحك هو أنه البرنامج ببلاش. أوكي فقط يحتاج منك الوقت لكي تتعلمه لأنه الواجهة صراحة قد ترعبك. أوكي ولكن هي سهلة جدا. شاهد معي الشخص، أنا لا أستوعب لماذا يضع الصور، ما تقصد بهذا الصور؟ أوكي والبرنامج اسمه ويب هارفي. أوكي سوف تذهب إلى موقع دكتور فرفر وسوف تجد البرنامج اسمه ويب هارفي، نمط الدكتور ويب هارفي شيء من القبيل، وسوف يعطيك يقوم بتسطيبه ويمكنك استخراج البيانات
ويمكن أشرحه في الحلقات المقبلة إذا كان لديكم اهتمام. فقط اكتبوا لي أنكم مهتمين بالداتا سكرابين. دعونا نركز على الأداة الثانية أو the web scraping for you. نفس الشيء، هناك على ما أظن برنامج آخر على موقع دكتور فرفر يقوم باستخراج الإيميلات، الأرقام، الهواتف، الحسابات، جميع المعلومات من المواقع، وهذا الشخص يقوم بنفس الشيء، وأنه يقوم ببيع خدمة أنه سيقوم باستخراج قرابة 2500 أبتو حتى تقريبا 2500 أبتو توفو تقريبا 2500 ريكورد، يعني بيانات أو تسجيل أو شيء من قبيل معلومات من أي موقع، من أي منصة، من أي شيء من قبيل، مقال إلى ما ذلك. وسوف يقوم بها، وهذه المسألة تقوم بها عن طريق موقع دكتور فرفر. لا يمكن أشارك معك رابط البرنامج، لكن ما أظن ويب هارفي يقوم بنفس الشيء. I will build see you backlinks. نفس الشيء هنا، هذا البرنامج يمكنه أن يقوم ببناء الباكلينكس. سوف أعطيكم الصورة هنا. عشان الباس مود باس ديالي هذا شي مكثرات لي مود باس بقيت عاقل كاع لي مود باس. هذا سوف أعطيك نسخ. نذهب هنا نحذف هذه، نحذف هذه. شاهد معي هذا مقال، هذا هو الدومين وهذا المقال، وننقر هنا وسوف يحيلنا على هذا الشيء. شاهد معي هذا المقال على الموقع الخاص بي، وسوف أعطيك شيء آخر. دابا الناس المهتمة هي الوحيدة التي سوف تصل إلى هذه النقطة وأنا لن أشرحها مرة أخرى إلا إذا كان هناك اهتمام. شاهد معي backlink checker perform check okay page. فقط الناس المهتمة سوف تصل إلى الدقيقة كم؟ دقيقة 12. شاهد معي ننقر هنا شيء institutional data، يعني المقال الذي يقوم بكتابته باستخدام البرنامج يحيلنا إلى هذه الصفحة. وطبعا هذا backlink تقريبا على ما أظن 10,000 في المجموع، لكن تقريبا على ما أظن 1000 باك لينك للمقال شيء خيالي. والكلمة الدلالية institutional data، وهذه الكلمة الدلالية الثانية هي importance of institutional data. تقريبا كمان باك لينك لست متأكد، لكن على ما أظن البرنامج لا يعطيك هذا الموقع، لست متأكد، لكن سوف يعطيك بعض المعلومات حول الباك لينك. وانا تقريبا عندي كم باك لينك 10,000، وعلى ما اظن وحده فقط هذا الرابط حصلت على 1000 باك لينك. وسوف نشرح ان شاء الله هذه طريقه العمل في الحلقه المقبله. الشق الثالث من هذا الفيديو يا سيدي هو كيف سوف نتواصل مع بعض البعض. هل نتواصل عن طريق التعليقات، يعني أنتم تكتبون تعليقات وأنا أقوم بتصوير فيديو على هذا الشكل ونتواصل، أم نقوم ببط مباشر، سيكون هناك بط مباشر ونتواصل من خلاله. يعني أنا نختار يوم أسبوع الأحد مثلا أو السبت مثلا ونعمل بط مباشر ونتواصل. اكتبوا لي في التعليقات إذا وصلتم إلى الدقيقة 13 وكنت مهتم، اكتب لي في التعليقات أنك تريد مثلا فيديو على هذا الشكل أو تريد بط مباشر.
وسوف نقوم بهذا البط المباشر إن شاء الله. كان معكم منصف في هذه الحلقة خاصة بالتواصل. مع السلامة. الجزيرة الرياضية.